لن ينسانا الله، سيؤتينا من الغيب أحلى فينسينا ما قاسينا. لن ينسانا الله، لن ينسانا الله، وسيغنينا به عن سواه، فلا نطلب إلا إياه. لن ينسانا الله. السلام عليكم البنات، واش راكم؟ واش حوالكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير حبيباتي. الزلف لون ايستمان، ان شاء الله فيديو لينا اليوم يلقيكم بصحه جيده ان شاء الله. فيديو لينا اليوم حبيباتي رايحه نشارك معكم واحد الوصفه، واحد التحليه بزاف بزاف بنينه، تحليه بالكفريت، يجيكم يعني ما شاء الله. رايحه ديروها للسهره تاعكم الرمضانيه ان شاء الله، وان شاء الله رايحه تعجبكم ان شاء الله حبيباتي. قبل ما نبداو لا فيديو لينا اليوم، دعموني بلايك حبيباتي الغاليات هكذا باش يطلع معنا الفيديو ويشوفوه اكبر عدد ممكن من الناس، والبارطاج بيان سور مع الاحباب والاصدقاء هكذا باش تعاونوا القناه تطلع ان شاء الله. اول شيء راح نسحقوا البنات كفريت اللي عندكم في البيت تقدروا ديروه، يعني تاع شوكولا بيان سور هكذا باش يجيكم بنين. وعندي كوندي شوكو اللي يشربوها كامل اطفالنا واولادنا، وهاد التحليه بالذات يعني يحبوها بزاف الاطفال، لانها كما قلت لكم تاع الشوكولا، يعني شوكولا بشوكولا. هنا كما راكم تشوفوا انا راني نقسم الكفريت ديالي بهذه الطريقه، يعني الى قطع صغيره، ورايحه نشمخ الكفريت ديالي بكوندي شوكو هكذا بهذه الطريقه. اللي تحب الوصفه هذه تكون مشمخه دير كوندي شوكو، اللي تحبها شويه ناشفه تقدري ديري كريم ديسير شوكولا، يعني كيما حبيتي تقدري تعوضي كوندي شوكو بكريم ديسير شوكولا كيما حبيتو. فوالا نخلطوا هذاك الكفريت مع كوندي شوكو كيما راكم تشوفوا. من بعد رايحه ناخذوا دي فيغين هكذا اللي عندكم في البيت باش نعمروا الطبقه الاولى تاع الكفريت، يعني الطبقه الاولى تكون كفريت، من بعد رايحه نديروا مع بعض الطبقه الثانيه. فوالا كيما راكم تشوفوا نحطوا الطبقه الاولى تاع الكفريت تاع لي فيغين تاعنا. لي فيغين اللي عندكم البنات في البيت، يعني ماشي شرط هادو، يعني اللي عندكم في البيت تقدروا ديروا هاد التحليه، يعني من داك هكذا نبدلوا على الفلون العادي اللي مولفين نديروه يعني في كل رمضان. فوالا نبدلوا شويه البنات، يعني سورتو للاولاد، الاولاد كيكونوا هكذا صايمين اليوم كامل يحبوا حاجه حلوه مع السهره. هنا من بعد ما كملت الطبقه الاولى رايحه نمر للطبقه الثانيه. هنا عندي نص لتر حليب كما راكم تشوفوا، ورايحه نحط فيها باكي تاع فلون شوكولا. تقدروا تاني الفلون البنات يعني تبدلوا الذوق، تقدروا ديروا ذوق تاع البنان ولا تاع الكراميل، يعني تبدلوا على الشوكولا. ونزيد حوالي مغرفه كبيره معمره تاع الكاكاو هكذا باش يجينا شويه عقد هاد الفلون. من بعد نحركو بارد في بارد ونخليه يعني حتى يغلى هذاك الفلون كيما راكم تشوفوا، يعني نغليوه. من بعد نحطو الطبقه الثانيه تاع الفلون فوق الكفريت تاعنا بهذه الطريقه، يعني حاجه سهله بسيطه تقدروا ديروها في اي وقت وتوجد لكم يعني بسرعه، ما رايحاش تاخذ لكم بزاف الوقت، يعني في نص ساعه رايحه توجدوا هاد التحليه. فوالا نعمر كامل الكؤوس ديالي ولا لي فيغين تاعي بهذه الطريقه. من بعد نخلوها تجمد، يعني يجمد هذاك الفلون شويه، من بعد باش نزيدوا الطبقه الثالثه. بالنسبه للطبقه الثانيه رايحه نسحقوا البنات يعني هاد الكلاصاج اللي هو ديكوجيل، يعني يتباع في كل المحلات وين يبيعوا لوازم الحلويات، رايحه تلقاوه بكل انواعه، يعني تلقاو كراميل، تلقاو فخاز، تلقاو شوكولا، تلقاو ذوق القهوه، يعني تلقاو كل انواع كل الاذواق. انا خديت ديكوجيل تاع الشوكولا، يعني نديرو طبقه خفيفه هكذا، ناخذو غير مغرفه كبيره من الفوق ونوزعوها كامل على لي فيغين تاعنا.
بهذه الطريقة، يعني حاجة بسيطة. اللي ما تحبش الكريمة هذه تقدر تذوبي الشوكولا عادي، يعني بشوية تاع الزيت تذوبوها وتحطوها من الفوق. يعني اللي ما تحبش الكريمة هذه ولا الكلاصاج هذا، يعني كاين اللي ما يحبوش، المهم ولا حبيتو تعوضوه تعوضوه بشوكولا ذايبة. من بعد بالنسبة للتزيين يعود لكم البنات. أنا زينته بالكاكاو، يعني دردرت عليها هكذا شوية كاكاو من الفوق كتزيين بسيط. يعني أنا نحب التزيين البسيط، وانتو ما تزينوا كما حبيتوا هكذا كما راكم تشوفوا، يعني غير شوية تاع الكاكاو. من بعد زينتو بليكوفرات هذوك تاع الشوكولا، يعني هكذا في الكوتي، يعني حطيت كل حبه قسمتها على زوج ونحطوها هكذا في الكوتي، تجيكم يعني بالديكور بسيط وخفيف وظريف. فوالا كيما راكم تشوفوا، يعني حاجه سهله وبسيطه حبيبتي. ان شاء الله البنات تجربوا الوصفه لينا اليوم وتعجبكم، وان شاء الله نلقى الدعم اكثر حبيبتي هكذا باش نقدر نواصل في الفيديوهات. فوالا البنات، هذه هي النتيجه اللي تحصلت عليها. رايحه ندخلوها للثلاجه، نخلوها تجمد مليح وتاكلوها بالصحه والهنا حبيبتي. هذه هي التحليه لينا اليوم، الوصفه لينا اليوم، ان شاء الله رايحه تعجبكم. ولا عجبتكم الوصفه لينا اليوم بارطاجيوها مع الاحباب والاصدقاء اكثر باش تعم الفائده، وما تنسونيش في لايكاتكم وتعليقاتكم الرائعه للموت عليها. وما بقى لي غير نقول لكم حبيبتي صحه فطوركم وصحه سهرتكم وصحه قهوتكم. ان شاء الله تصوموا بالصحه والهنا، ان شاء الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب العالمين. الى الملتقى حبيبتي مع فيديوهات واحد اخرين ان شاء الله. سلام.